Thank you so much. Thank you so much. You can sit. It's so lovely to see you guys. I remember March when we were trying to hold the crowd by أتذكر في مارس الماضي عندما كنا نحاول أن نقوم بتدشين الكراود، كنت أرى بعض من هذه الأوجه، وبالأخص الفريق الياباني. أعرف هذه الوجوه جيدا، ولكننا كنا نلتقي عبر زوم، لذلك دعوني أشكركم جميعا. سعيد للغاية أن أكون معكم وجها لوجه اليوم. ما سنفعله الآن هو أننا سوف نقوم بإجراء بعض الأمور التي كنت أخوضها عندما كنت أدرس بالجامعة. هذا نوع من التمويل الجماعي، وكما تعلموا هناك دراسات في هذا الشأن، ولكن أود أن أطلب منكم جميعا أن تمعنوني كافة تركيزكم، ولكنني في الوقت ذاته سوف أحاول أن أقوم بتبسيط الشرح قدر المستطاع، وأيضا أقوم ببعض بعض القصص الترفيهية في منتصف الشرح حتى لا تشعروا بالنعاس. في الحقيقة أنا كنت سعيدة للغاية لأنني رأيت عروضكم عبر زوم وعبر الكراسات التشابكية، وشعرت بهذه القوة وهذه الطاقة التي أستشعر بها من جانبكم كقادة، وهذا الشغف الذي لديكم. وهذا بالنسبة لي كان في حد ذاته أمر هام للغاية، لأن في بعض الأحيان أشعر بالوحدة لأن لدي العديد من الأفكار، ولكن مرة واحدة بكل فجأة أشعر أن هناك بعض من الأفراد يأخذ هذه الأفكار ولكنهم لا يستطيعوا أن يقوموا بتغيير حياتهم، ولكن فقط يستمروا بخوض حياتهم كما هي. ولكن أنا في الحقيقة محظوظة لأن لدي فريق رائع وعظيم بأندوتاك، ولكن بالإضافة إلى ذلك أيضا هو في الحقيقة ما أراه فيكم يا رفاق، لذلك دعوني أشكركم شكرا جزيلا. وأيضا مرة أخرى السبب وراء هذه الصفحات التي ترونها هو أنها في الحقيقة كل من هؤلاء المماطلون الذين كنت أعد هذه العروض إليهم في الأسبوعين الماضيين، ورأيت أن كل شيء نقوم بإجراءه اليوم وفي الحقيقة يعد ذروة الأمور التي كنا نحلم بها لفترات طويلة، وأنتم الفريق الذي سوف يأخذ هذه الأمور ويعمل عليها. هناك شيء خارق للعادة يحدث علينا، وهذا ما سوف نطلق عليه اسم. لذلك هذه الصفحات سوف تساعدني أن تقوم بمساعدتي في طرح الأمور لكم وشرح المعاني وماذا نحن بصدده الآن وماذا سوف يحدث لنا في المستقبل. وكما ذكرت فهو أمر خارق للعادة، لذلك دعونا نتحدث عن أندوتاك. Okay, so something extraordinary happened during the last 8 months, and you are a huge part of it. كما ذكرنا هناك أمر غير عادي حدث في الثمانة أشهر الماضية. أندوتاك حصل لها انفجار. نحن في الحقيقة شركة لدينا المزيد من الأرباح وسيولة مالية عالية، توصلنا إلى 100 مليون في إيرادات، نمو الإيرادات، وبالفعل شكرا لكل شركائنا على هذا النجاح. الحجم الشهري، دعوني أقول أن هذه الشريحة التي أجريناها في يناير، لديكم أن تتخيلوا ما أحرزناه بشهر أغسطس. لدينا 102.5 مليار في أرباح الشهر، إجمالي الأصول 150 مليون، وأيضا الآن قد زادت عن هذا. والرقم الأخير عدد الحسابات المتوصلة والتي حققناها 155 ألف، والآن أيضا أصبح حوالي 165. هل تروا ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن أندوتاك أصبحت شركة تحقق الوعود، ونحن قمنا أيضا بتخطي هذه التقييمات التي كما تعلموا نحن شركة تكنولوجيا لساس. هل تعلموا ما هي مضاعفات الأرباح والعوائد لأي شركة تكنولوجية؟ نعم، 20
ما بين 10 إلى 40 في الحقيقة. ولشركة تنمو بهذا النحو نحن نتحدث عن حوالي أكثر من النصف. لذلك قمنا بإجراء شيء، والذي أراه أنا شخصيا عندما كنا نقوم بهذا في يناير، كنت أقول أنه نعم ربما سوف نحقق هذا، ولكن في الحقيقة لم أتوقع أننا سنتمكن من إحراز هذا في غضون 8 أشهر. ولكن الرقم الأهم على الإطلاق هو أن الفئات الجديدة التي قمنا بخلقها في الاستثمار، والتي هذا العالم الجديد الذي قمنا بخلقه، هذا هو هذا الرقم، أكثر من 60 مليون تم إدخالها وتوفيرها لعملائنا في 8 أشهر الماضية. وهذا نوع برجاء أن تقوموا بالتثقيف هنا. 60 مليون من الأرباح. نحن كإندوتك كنا بخلق ثروات، ليس للرجال الكبيرة ولكن أيضا للرجال الصغيرة الذين قاموا يدفعوا $100 وأكثر. لذلك بالنسبة لي أرى أن هذا في حد ذاته إنجاز رائع، لأنه لا يوجد أحد على الإطلاق، حرفيا لا يوجد أحد على الإطلاق كان قادرا على تحقيق مثل هذه الأرقام. لذلك عندما جاءت هذه الفكرة إلينا في خلال الأشهر أو الأسابيع الماضية، أننا في الحقيقة نخلق العالم الجديد ونقوم بتقديم تعريف جديد للفرص المالية للاختراق، ما يحدث؟ كما تعلم أن ربما أنتم أيضا، بما أنكم أنتم قادة بالفعل، لديكم العديد من الأفراد يأتون إليكم ويقولوا ماذا أستطيع أن أفعل؟ أين أستطيع أن أضع مالي حتى تكون ذات قيمة؟ وكما تعلم جميعكم أن عملية العمل أموال، كما كان حدث عنها جيلي ساوفورد، وكان حدث عنها أن هناك بعض من إساءة استخدام للأموال. لماذا؟ لأن الأمر يفشل في عدة مرات، حتى في المحاولات التي لم يكن فيها هناك فشل، ولكنك تحصل على الأموال من الأنظمة، ما زلت ترى أن هناك فشلا لخيالك، ما كنت تتخيل أو تتوقع أن تحققه. لذلك عندما نقوم بإجراء الحسابات وتحاول أن تستكشف ما هي الفكرة وما هي النقاط المتصلة، ولماذا تم فشل هذه العملية، ولماذا نحن تحققنا ونجحنا من تحقيق 60 مليون. So first of all, what people looking for in breakthrough financial opportunities. لذلك بداية ما يطلع إليه الأفراد فيما يتعلق بفرص الأموال، اختراق الأموال، هي بالفعل الأرباح والعوائد. لذلك عندما نتحدث عن الفوائد، هل سوف يكون هذا جيد لديك أن تحصل فقط على 5%؟ في الحقيقة لا. إذا كنا نتحدث ربما عن المدخرات وأنك تقوم بتأمين مدخراتك، نعم 5% سوف يكون كافيا، أو حتى 3%. ولكن إذا كنا نتحدث عن اختراقات، عن إنجازات، تفكر فيما ماذا تود أن تحصل. سوف تحصل، تود أن تحصل على 100 وأكثر من هذا، حتى يكون الأمر شيق لك. ولكن دعوني أخبركم شيء أكثر من هذا. الأفراد الذين يفكرون بفرص المالية دائما يفكروا في الفوز السريع، أود أن أحصل على 100% اليوم، هل هذا صحيح؟ ولكن ما الخطأ في هذا؟ لأن هذا تفكير خاطئ. أنت لا تستطيع أن تجبر العالم على أن يعطيك $100 اليوم، لا تستطيع أن تجبر العالم على أن يعطيك 100% اليوم. لذلك ما أود أن أتحدث معكم عنه هو أن طريقة فكرنا حول الفرص المالية رائعة، لابد أن نبدأ بالاستثمارات العالية. وكما في الحقيقة أود منكم جميعا الآن أن تقوموا بالتركيز لمدة 5 دقائق، تركيز عالي. حسنا، الاستثمار العالي الفرص، كما تعلموا أن لا يوجد هناك نوع من الاستثمارات ذات المكافأة ذات الأرباح العالية ودون أن يكون هناك في المقابل مخاطر عالية. ولكن عندما نفكر في الفوائد العالية والمخاطر العالية، جميعنا ربما نركز على المدى القصير، ربما حتى سوف نقوم بتقليص عام كامل على فقط حدث واحد، أننا على سبيل المثال في خلال عام واحد سوف نكون أكبر، سوف نكون أغنى. ولكننا ننسى هذا العامل، وهو عامل الوقت، وهو هام للغاية. الوقت يعني الاحتمالية. لذلك
الأمر أسهل عندما تقوم خلق شيء ما وعندما يكون لديك عوائد صغيرة، ولكن هذه العوائد الصغيرة سوف توصلك في النهاية إلى عوائد أكبر. لذلك أود منكم جميعا أن تتذكروا أنكم عندما تفكروا في الاحتمالية الكبرى تأخذ بعين الاعتبار هذا المثلث. إذا كان أحد أضلاع هذا المثلث ليس متوفر سوف يقع، وسوف يقع على رأسك. لماذا؟ لأنه ليس مستدام. لا نستطيع أن نجبر الأشياء على أن تعمل بهذا الشكل، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مدى الاحتمالية. ولكن حتى عامل الوقت والذي سوف يمكنك من التأكد من إحداث استمرارية، وأعلم أن ربما أمر الاحتمالية أكثر الأفكار صعوبة تقبل من الأفراد ومن البشر. لماذا؟ لأننا نعلم جميعا أننا عندما نتحدث عن شيء ممكن أن هناك احتمالية، نعلم أن هناك احتمال كبير ألا يحدث، ونحن نعلم إذا كان هناك 50% احتمالية أن يحدث و 50% أن لا يحدث سوف تحصل على هذا أو هذا. لذلك أي أرقام أخرى بعيدة عن هذا تعني أنه لن يحدث، يعني صفر. لذلك هذا شيء لا نستطيع فهمه، أو هذا شيء لابد أن نتعامل معه. كيف لنا نعمل هذا؟ لابد أن نقوم بإجراء الحسابات. هناك علوم الحسابات، علوم الإحصائيات تساعدنا أن نقوم بإجراء الحسابات، ونحن كبشر لابد أن نعتمد على العلوم التي تساعدنا على حساب هذه الاحتمالات. لذلك عندما أقول هناك احتمالية كبيرة لابد أن نفكر بهذه الطريقة. لابد أن يكون لدينا أداة حسابية، لابد أن يكون لدينا محترفون يعلموا كيف أن يقوموا باحتساب الاحتمالية، ليس فقط لفاعلية واحدة ولكن لسلسلة من الأحداث. نعم، الآن ماذا سوف يحدث في هذا العالم الخيالي؟ لماذا نرى أن هناك تغيرت؟ لأن بالأمر سهل أن أريك شيء يعمل ولكنه في الحقيقة لا يعمل. لذلك دعونا نفهم الفكرة التالية والتي نحن جميعا هنا بسببها. نعم، عندما نعمل بأفضل المناطق بالعالم، بأفضل فرص استثمارية بالعالم، والتي كان قبل هذا كنا نعمل بسوق البورصة، وكما تعلموا سوق البورصة كان يوعدكم 20% من الدخل، وهذا يعني أنه على مدار 10 سنوات إذا قمت باستثمار آلاف الدولارات كم سوف تحصل بعد 10 سنوات؟ قمت بإجراء هذه الحسابات بنفسي، وأيضا أضفت 25% نسبة الضرائب حتى تكون مناسبة لمعدل الضرائب بعدة مناطق وعدة دول، وتوصلت إلى 2.9، ماذا يعني 2900 دولار. هل هذا يغير حياتك بعد 10 سنوات من $1,000 حتى تحصل على هذا الرقم؟ هذا تم احتسابه بأكثر مجال ناجح، وكان الأفراد يحدثون علي يقولون هل تعلمي؟ اتركي هذا الأمر، نحن جيدون مع 20%، لماذا نهتم بالـ100%؟ حتى كنت في الحقيقة غير قادرة على الرد على هذا السؤال، ولكن بعدما قمت بإجراء هذه الحسابات وقلت أن هذا لن يغير أي شيء في حياة أي شخص، هذا لن يقوم بتغيير حياتهم. لذلك قلت نعم حسنا، ما هو الرقم الذي في الحقيقة سوف يعد رقما قادرا على تغيير الحياة؟ وبدأت بإحداث نوع من المسح ما بين العملاء المختلفين كنوع من اللعبة، وقمنا بإجراء هذه الحسابات. وصلنا إلى أنها 402. سوف أشرح لكم لماذا. فكروا بنفسكم أنكم شخص لديكم الأموال ولديكم بعض من المدخرات. حسنا، وعلى المثال $1,000 هي استثمار هام للغاية في حياتك، ولابد أنك سوف تقوم لن تقوم بمخاطرة برأس المال المخاطر. أتمنى أن الجميع سوف يرى فيديو الخاص بريسك كابيتال أو رؤوس أموال المخاطر، وسوف أقوم مرة أخرى بالتأكيد على أن الجميع لابد أن يرى هذا الفيديو وأن يقوم
تقوموا بتوسيع هذا الفيديو. رجاء أن تكونوا على وعي على أن الأفراد لابد أن لا يستثمروا في الريسك كابيتال أو رؤوس أموال المخاطر. مرة أخرى، هي ليست أموال تقوم بوضعها على سبيل المثال في تعليم أحد أفراد أبنائك أو أي شيء من هذا، هي نوع من الأموال التي سوف تخسرها، فلا بد ألا تؤثر على حياتك كبشر. حسنا، الآن أنت لديك شيء وأنت مستعد على أن تعرض هذا الخطر. هناك 402,000 دولار سوف تساعد أن تقوم بالتعامل مع أموالك ومع حياتك بشكل مختلف. أنا لم أتحدث هنا عن مليونيرات أو حتى هذا هو الواقع في الحقيقة. أنت لابد أن تحصل في خلال عشرة أعوام تود أن تحدث تغييرا في مستواك المالي. لذلك هذا هو ما نعنيه بفرص الاستثمار التي تحدث تغييرا. كيف لك أن تحقق هذا؟ قمنا بإجراء الحسابات والعمليات الحسابية. سوف أعود مرة أخرى برواية قصة. هناك عوامل هامة، أنت تضع أموالك وتنتظر بعض الوقت، لأن كما تعلمون ليس هناك معجزات في هذا العالم. وفي هذه الحالة أود أن أكون واضحة، لابد أن تكون بممارسة بعض من الأنماط المختلفة للاستثمار. لابد أن تكون لديك حاسة الانتظار، تنتظر بضعة وقت حتى ترى هناك عوائد. وهنا لابد أن تقوم أيضا بتطبيق هذا في خلال شروط، ليس من خلال آية الترك، إلا من خلال فرص استثمار كبيرة وعالية، وسوف نكتشفها معنا الآن. ومن ثم سوف تحصل على فرص الاستثمار الكبيرة، ومن ثم في خلال 10 أعوام يمكنك أن تقوم بشراء منزل جديد. هذا قد يساعد على تغيير نمط حياتك وتغيير أسلوب حياتك. النقطة الأخيرة التي لابد أن نكتشفها هي ما هي الفرص الاحتمالية؟ كيف لك أن تقوم باحتسابها؟ أن هناك لديك فرص عالية وقوية، شيء تكون متأكد منه وواثق منه. بداية لابد أن تكون أقل من 50%، لأن هذا سوف يقصر عليك العديد من الفرص التي سوف تحصل عليها. كما تعلم نحن عصبين مثال كما هو الحال، نحن نقوم بالقفز والقفز لداخل عدد من الفرص. حسنا، لذلك هذه ليست فرصة كبيرة، الأمر صعب أن تعود خطوة إلى الوراء حتى في خلال 10 سنوات سوف يصعب عليك أن تعود خطوة الوراء. لذلك عندما نتحدث عن المخاطر والمخاطر العالية، أعني أن يكون هناك احتمالية للفقد وللخسارة في العام الواحد. وكما ذكرنا أقل من 50%. وفيما يتعلق بالعوائد الكبيرة، كيف لك أو ما هو المبلغ الذي لابد لك أن تقوم باكتسابه؟ وهذا الرقم الذي ذكرناه هنا هو معتمد على العوائد الكبيرة، أنك سوف تقوم بدفع بعض من الرسوم لأي من الشركات التي تساعدك على الحصول على هذا الرقم وأيضا الضرائب، ولكن لابد أن تحصل على 137% من النظام حتى تمكنك على دفع هذه الرسوم هذه الضرائب، ومن ثم تحصل على العوائد. لابد أن يكون أكثر من 137%. ومرة أخرى لابد أن تقوم بالتأكد من أن هناك فهم لما نعنيه باحتمالية كبيرة. لابد أن تفكر بالاحتمال الاحتمالية. لابد أن يكون هناك أكثر من 85%. حسنا، هذا هو الأمر الصعب بالقصة. الآن لابد أن نأخذ قصة من الراحة الذهنية. أود فقط أن أوضح لكم أن هناك فرص، هناك فرص استثمارية كبيرة بالعالم، ونحن أول شركة في العالم تقدم هذا النوع من الفرص. وأنتم في أعماركم
بعمر العشرين لابد أن تقوموا بهذا بدلا من الأموال، لابد أن تقوموا باستثمار بعض من الأموال التي تستطيع أن تساعدكم في حياتكم، لذلك هناك فرصة. ولكن مرة أخرى، لا يوجد هناك ضمان على الإطلاق، ولكن هناك فرص كبيرة واعدة. حسنا، الآن لست متأكدة ماذا سوف يكون في الشريحة التالية، دعوني أنظر في الصفحات. حسنا، لذلك على سبيل المثال هذه نقطة لطيفة، دعونا نقول أننا على سبيل المثال نحن نقوم نلعب بالرولات، نضع اللون الأحمر واللون الأسود، وعلى سبيل المثال في غضون 10 سنوات كيف لنا أن نتأكد من نسبة الاحتمالية، هل هي 50% أم أكثر؟ حسنا، في حقيقة كلما تضع دولارا هناك فرصة أن تخسرهم، هل هي عوائد كبيرة؟ ربما إذا قمنا بإجراء الحسابات قد يكون هناك عائد كبير، ولكن ماذا عن الاحتمالية؟ سيكون 50% 50%. حسنا، لذلك رولات ليست تعد فرصة كبيرة، لا نستطيع أن نتعامل معها في هذا الشأن، لذلك هذه هي أداة ووسيلة قوية، لذلك عندما تود أن تقوم بالتحقق من شيء لابد أن تأخذ بعين الاعتبار هل هو شيء تقوم بإجرائه فقط من أجل الاستمتاع، ولكن أم أنه شيء يضمن لك البقاء والاستمرارية. كما تعلم أنا مهتمة بالإحصائيات وما زال أقوم بمحاولة إقناعي أنه إذا قمت بفعل هذا وفعل هذا ستكون لك بعض من الفرص. حسنا، دعونا نتحقق من هذا. لأننا نقوم بوضع بعض من الدولارات دائما 100% أو على الأغلب 100% من المخاطر عالية، وفيما يتعلق بالريترن 1,000,000، ولكن الاحتمالية سوف تكون أقل وأقل من هذا، لذلك اللوتري لا يعد أيضا فرصة كبيرة للاستثمار. ولكن هناك بعض من الأفراد الذين يقدموا بعض من هذه الفرص الكبيرة، كم منكم يعلم عن رينيسانس ميدن فاند؟ حسناً، كم منكم يعلم؟ حسناً، رائع. لذلك هذه هي قصة التي أدعوكم جميعاً لقراءتها، هذا الكتاب حول المؤسس، هم قاموا بهذا على مدار 32 عام حوالي 66% سنويا، لذلك دعونا نفكر في هذا، كان قبل البيتكوين وقبل هذه السرعة في حياتنا والنمو المتزايد، كان قبل هذا وكان هناك تبادل لخوارزميات وتمكنوا من تحقيق 66% في كل سنة على مدار 32 عام. حسنا، لذلك ماذا نتعلم من هذا؟ ماذا نتعلم من هذه القصة؟ نتعلم أن هناك احتمالية، ولكن ما الفرق بين ما فعله وما نفعله نحن؟ هذه الفرق البسيطة هو أنه أخذ مجموعات صغيرة من أصحابه وقام بخلق مجموعات 100 مليار دولار، 100 مليار دولار إذا تمكنا من تحقيق المثل، ولكن ليس في مدار 30 عام ولكن فقط في 10 أعوام. كم فرد سوف يتمكن من إحداث تغيير بحياتي؟ هذه هي القصة برمتها والهدف بإندوتك أن نقوم بتحقيق نتيجة هذه القصة، ولكن بغضون 10 سنوات نخلق هذه الثروات ل100 مليار دولار لعملائنا فقط في خلال 10 سنوات. نعم، أعلم أنا فقط
أردت فقط أن أحضر بعض من الأخبار أكثر. لا تعلم كم كلفني الأمر أن أقوم بالاشتراك مع دايزي في بداية يناير، لأني كنت أعلم أنه من خلال أن يكون لدينا عدد من آلاف العملاء وأن يشاهدوا ماذا يحدث. وعندما كنت أرى هذه الشرائح ترى تتزايد، كنت غير قادرة على التصديق، لأنني أعلم أن هناك بعض من الأمور المؤقتة ولكن رأيت في الحقيقة إنجاز رائع. ولكن هناك بعض من الأوقات الصعبة على سبيل المثال، ولكن ما ساعدني هو أننا نعمل دائما وأننا نفكر أن هناك تكنولوجيا التي قمنا بخلقها غير مسبوقة، وأن النتائج التي رأيناها من كل الزوايا التي خلقناها كانت قادرة على خلق وتوفير الأرباح والعوائد. هنا أيضا قصة أخرى رائعة، لذلك رأينا أن هذا ممكن. حسن، ولكن ليس فقط هذا، سوف أيضا أشارك معكم بعض القصص الأخرى التي قمنا بفعله بإنجازها. هناك في الحقيقة بعض من الاستثمارات التي قموا بتحقيق هذا ربما على كميات أقل من الأموال، ولكن ما زال هذا ممكن. سوف أشارك معكم هذه القصة. بعدما قمت بالشركة الأولى لي، وكنت أعتقد أن هذه قصة كبيرة كان يحكي عنها جيمي، لأنني كنت أعمل على طوال 12 عام على تكنولوجيا وقمت ببيعها. وبعد العمل بهذه الشركة وقمنا ببيع هذه التكنولوجيا، وبعد ذلك وجدنا أن الشركة فقط في خلال أسبوعين كانت تتعرض للإفلاس، وكانت هنا إيما بروكر كانت رقم 5 بالعالم، ولكن كان مدير التنفيذي كان يقوم ببعض الأمور، وكانت الشركة لها 3000 عامل، وكان لديها 1700 من العملاء. الشركة كانت تعمل عدة سنوات وكان الجميع يصدق فيها، ولكنها فقط سقطت في خلال يومين فقط، ولم نحصل على أي أموال مما نستحق. لذلك رأينا هذه اللعبة، وكما ستيف جوبز تم طردي من هذه الشركة. لذلك كنت مصدومة بالفعل، أنا كنت مصدومة للغاية، ولكنني قررت أن هذه ربما فرصة أن أجرب شيء مختلف، أن أجرب أمر آخر. لذلك وجدت شريك لي في سنغافورة، كما تروا الأمر سهل بالنسبة لي أن أسافر حوالي فقط 14 ساعة إلى سنغافورة، وبدأت أن أعمل مع هذا الشريك. وكانت فكرته خاصة بي أن يقوم ببناء نظام فوركس يستطيع أن يقوم بجني وخلق الأموال. النقطة الجيدة هو أنه كان لديه في الحقيقة أموال كثيرة من شريك آخر، والنقطة الأهم أنه كانت لديه القدرة أن يتعامل بهذه الأموال. لذلك قمت ببناء النظام، والنقطة الهامة أنني كنت في الحقيقة من خلال الشركة السابقة رأيت آلاف الأنظمة، لذلك أنا كنت على علم بأية الأنظمة سوف تستطيع أن تعمل. أتذكر هذا الرجل السيد براجر، وكنت معه في أحد المؤتمرات السابقة، وكنت في الحقيقة متذكرة أن ربما هو قد توفى، لأنه كان اسمه اسم قوي واسم علم معروف خاص بفوركس ربما ليس متواجد على الإطلاق. وهذا النوع من الفكر الذي كان حينها، ولكن رأيته أمامي ورأيت اسمه مكتوبا على صدره. لذلك بدأ يتحدث معي ويقول أنت كنت بالشركة الأولى التي كانت تقوم بخلق هذا النظام المستقل، وأنا كنت سوف أخبر الجميع أنني تقابلت معك وأنني التقيت معك وجها لوجه، وكنت في الحقيقة سعيدة وأقول نعم 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 لقد تحققت من هذا. وقمت بخلق هذا النظام، وحوالي 26% كل شهر عشرات المليارات والمليونات من الدولارات. 6 يونيو 2014 توقف النظام عن جلب أي أرباح.
لذلك خطتي كانت هي أن أقوم بتعديل النظام وأستمر بعد ذلك، ولكن شريك حينها شعر بنوع من القلق لأنه كان يود أن يتأكد من أن هناك استمرارية. حسنا، قال لي دعينا نأخذ نظام آخر. لذلك قمت بالنذر في كل الأنظمة حول العالم حتى أرى أي الأنظمة التي تعمل، ووجدت هذا الموقع MyFacebook، ربما أنتم على علم. وقمت بالنقر على النظام الأول وجميعهم كانوا يبدو أنهم بالفعل أنظمة أفضل من نظامي، وقمت بالنقر على النظام الأول رأيت هذا. قلت سيدي شريكي، دعنا نكون بشراء هذا النظام، هل تعلم كم يكلفنا أن نشتري النظام؟ ولا أي شيء، $5,000. قلت مستحيل، لا يوجد شخص سيقوم ببيع نظامه وسوف يبيع استراتيجيته وهي الشفرة الخاصة بنظامه $5,000. ولكن في الحقيقة عندما رأيت ما بداخل النظام علمت لماذا يبيعونه بهذا الثمن الزهيد. Do you look at this? Is it nice? لذلك قمت ب It's perfect. It looks like what كما تعلم عندما ترى إلى هذا، هل هذا يبدو جيد؟ This is a stability. نعم يبدو رائع. إنه يبدو رائع، يبدو بالفعل ما نحن نتطلع إليه، الاستدامة والأرباح. هذا حوالي 9 سنوات من السجلات، هذا استدامة، هذه هي النسبة التي كنا طالما نحلم بها. أود أن أكون جزءا من هذا. ربما كان السؤال الوحيد الذي أسأله نفسي، لماذا هناك عدد بسيط من الأفراد داخل هذا النظام؟ وفي الحقيقة أود أن أشارك معكم الإجابة، لأن هذا سوف يساعدكم على أن تفهموا لماذا أن النموذج الاحتمالي الكبير هام للغاية. هذا المثلث الذي شرحته إليكم هام للغاية أن تقوموا بتفقده دائما. لذلك سوف أشرح لكم كيف هذا النظام أن يعمل وما كان بداخله، ولكن مرة أخرى دعوني في الحقيقة أعتذر إذا كان معنا هنا أي من المطورين لهذا النظام، لأنني أنا كنت أتحقق من هذا النظام في عام 2012، ربما هناك بعض من التغييرات الآن، ولكن كان هذا هو الحال حينها. وعندما قال إدوارد أنني أعلم الأنظمة، هو في الحقيقة لأنني رأيت آلاف الأنظمة المختلفة، لذلك لدي وعي كبير بما يحدث داخلهم. لذلك الطريقة التي كانت تعمل بها سوف أريكم هذا الآن من خلال هذا الرسم البياني. ما قاموا بفعله هو هما كانوا يرون ما هو التوجه. بعض الأحيان كانوا يقوموا باستخدام الإشارات، ولكن لأي مدة كانوا قادرون على الاحتفاظ بهذا الأداء؟ كانوا قادرون على الاحتفاظ بهذا لوقت قصير للغاية. حسنا، ما هي الاحتمالية هنا؟ حوالي 100%، حوالي 100% يحصلوا 100% من الأرباح الصغيرة جدا جدا والتي كانت تبدو رائعة، ولكن يمكنكم حتى أن تقوموا فعل هذا بين أنفسكم. يقوموا بالدخول إلى النظام، ينتظروا إلى بضع ثواني ويخرجوا مرة أخرى، وبعد هذا يقوموا بإجراء نفس العملية مرة ومرة والأخرى. ما يحدث بعد هذا؟ يحدث سكوت. لماذا؟ لأنهم دخلوا وانتظروا ومن ثم لم تكون مربحة إليهم، لذلك قاموا بتغيير. هذه النقطة الرئيسية التي كانت لديهم، أنهم لا يحاولوا أن يقوموا بخلق أموال إليكم، هم فقط يقوموا بالغش، هم يقوموا بغش في النتائج، هم يقوموا بغش في الأموال، هم يقوموا بزيادة عدد التداولات، ولكن لكم مرة وحجم التي ترونه هنا باللون الأخضر هي فترات قصيرة للغاية، حوالي 10 مرات. على سبيل المثال تقوم بوضع $1,000 حتى تكون قادر على رؤية نتيجة أو أرباح هذه الـ1,000 دولار كما ترون هنا على الشاشة. أن أريكم هذه
هنا يمكنكم أن تقوموا بالتأكد من الغش الذي يحدثه النظام. هنا اللون الأخضر يعني ما تقوم بدفعه في كل تبادل تجاري، كما تروا هنا أكبر حوالي 10 مرات، ها ليس مرتان وليس ثلاث، 10 مرات. هل تعلمون ما يحدث هنا؟ هذه مرة كانوا محظوظون، تمكنوا من العودة، هنا فقدوا، هنا كان خسارة، وهنا كانوا محظوظون، هنا كانوا محظوظون، وهنا قاموا وهنا خسروا. هل تعلمون ما حدث؟ 100% من النظام سوف تكون بخسارة كل الأموال لديك، 100%. وهذا لماذا؟ هذا هو السبب، أن لا يوجد أشخاص هناك، لأن 99% من النظام بالفعل فقدوا أموالهم. أنت تفقد 100% من أموالك كل مرة تدخل فيها النظام. حسنا، هذه النقطة التي في الحقيقة أحبها، لأن هذا كانت في عام 2012، لأن هناك لم يقوموا بالتداول يوميا، كان يتداولوا مرة واحدة بالشهر أو حتى مرة واحدة بالأسبوع. لماذا؟ حتى يستمروا في عرض النتائج كما هي. إذا رأيتم هذه الأرقام، ومرة أخرى استمحوني عذرا لهذا الشخص الذي كان يعمل على هذا النظام، إذا كانت لديه أفكار مغلوطة، ولكن إذا نظرتم إلى الأرقام سوف تروا أنه في 10 أعوام كان قادر على إجراء 500 عمليات تجارية، وكان قادرا على امتداد هذا حتى يبقي عملياته ويبقي نظامه حيا على فترة طويلة. لذلك هذا لابد أن يعلمكم شيئا، أنه حتى إن كان الأمر يبدو جيد، حتى إن كان الأمر يبدو رائع، ولكن الأرقام سوف توضح لكم أن الأمر برمته عبارة عن غش حتى وأنه يبدو جيد. حسنا، معذرة. So let's look at our granular. How can we see that this system is not hypertrained? دعونا ننظر إلى we know that it's هذا النظام. So كيف لنا من خلال هناك نعلم أن هناك 100% بالمخاطر. إذا قمت بسؤال أي شخص بهذا النظام، ويعلم أن هناك 100% من المخاطر، ونعم الاحتمالية 50%، لأنك إما تفوز أو تخسر. نحن نتحدث هنا عن عام، لذلك هنا 50% لاحتمالية. هو بالفعل مثله مثل الروليت، لذلك لماذا تقوم بوضع أموالك في لعبة رولات؟ هذا بالفعل ما هو عليه. حسناً، لن أخذكم بالتفاصيل المقلقة في هذا الشأن. حسناً، دعونا نشارك أحد النقاط اللطيفة الأخرى. دعونا نركز على من يقوم بخلق صور، من هم الأفراد الجيدون والناجحون، لأن نحتاج إلى قصص لتساعدنا على أن نقنع أنفسنا أننا نستطيع أن نكون على المسار الصحيح. لذلك بعد هذه المحاولات من العمل على النظام، كنت أيضا أحاول أن أعمل مع الأفراد والعلامات الكبيرة بالعالم، لأن كان بالنسبة لي كان هام للغاية أن أفهم ما هي عوامل النجاح لهيدج فاندز. وكما ذكر جيرمي أني كنت محظوظة، كان لدي فرصة أن أعمل فاند وهي منظمة قامت بإجراء الاختبار للعديد من الصناديق، وقامت بإجراء الاختيار لمن يقوم بالمشاركة، وهذا ساعدني أن أقوم بالتحقق من كل الخوارزميات الخاصة بالتبادل لحوالي 53 صندوق، وكان لدي أيضا حوار مع العديد منهم حول التكنولوجيا والخوارزميات وحول كل شيء متعلق بهذا. وفي حقيقة الجميع سوف يخبرني لماذا أخبروك بهذا، لماذا شاركوا معك قصصهم. في الحقيقة أن هؤلاء الأفراد أيضا هم أيضا يشعرون بالوحدة، ليست لديهم من يشاركون معهم قصصهم، ولأنني أبدو على ما أبدو عليه كانوا في الحقيقة سعداء لمشاركة كافة التفاصيل لما يحدث ولما ينجح ولما يفشل.
وتوصلت إلي أن هناك إحصائيات رائعة. بداية لاحظت أن الأفراد الناجحون هم بين 40 ل 50، وحتى هذا كان في حد ذاته شيق للغاية، لأن هذا ربما يخلق نوع من الطاقة إلي. الأمر ليس صعب أن أقوم بخلق نظام. ربما يكون لدي بعض الأفراد 20 عام لديهم علم البرمجة ويستطيعوا أن يقوموا بخلق أنظمة، لذلك قمت بإجراء العمليات الحسابية وأردت أن أرى حسنا كل الأمور الجيدة وأكتشف ما يحدث على الأرض. لذلك قمت بخلق نظام من 4 فترات، كل صندوق يحدد لي أي فترة أو أي مرحلة هو فيها. على سبيل المثال، أي شخص يقوم بالتبادل التجاري يقوم بتطبيق هذا عبر الفترات، ولكن لا يوجد شخص يعلم كيف تعمل هذا، لذلك أنت تبدي هذا بنفسك. لذلك بداية المرحلة الأولى نقوم بخلق خوارزميات ناجحة، ونقوم بإجراء هذا. على سبيل المثال، إذا كان لديك بعض من المعلومات وهذا نوع من الفهم، ولكن دائما هذه المراحل هي الأسهل إطلاقا. لذلك على سبيل المثال، عندما نقوم بمحاولة الأخذ تواريخ بعض من الخوارزميات ووضع رأي هذه الأرقام ودعونا نتشارك هذا مع بعض من الأصدقاء وما إلى آخره، هذه هي المرحلة الأولى. ولكن يمكنك أن تكون أيضا هيدج فاند لأنك لديك فكرة جيدة وصديقك شاركك وقام بالتصديق عليها. وبعد هذا هذه المرحلة، وهذه المرحلة التي يفشل فيها العديد من الأفراد. لماذا؟ لأنك تبدأ بالتبادل التجاري وتقول أنها فقط فشلت، لا تعمل ولا تعلم أي سبب وراء هذا. أنت لديك معرفة على الإطلاق. على سبيل المثال، إذا قمت ببناء نظام الذي لا تفهم بنفسك كيف أن يعمل، وهذه هي النقطة الرئيسية لكثير من المبتدئين الذين يكتشفوا أن النظام توقف مرة واحدة عن العمل ولا يستطيع أن يعرف ما هي الأسباب وراء ذلك. كان هناك حوالي 20 شخص يحاول أن يفهموا لماذا توقف النظام عن عدم العمل، وقمت بطرح السؤال لهم: كيف قمتم ببناء هذا النظام؟ 20 شخص لم يتمكنوا من الرد علي. لذلك العملية كانت ليس فقط ما كانوا يفعلونه أو كيف كانوا يجعلوا الخوارزميات ناجحة وما إلى ذلك. لذلك هذه الفترة في الحقيقة هامة أن تكون قادر على فهم النظام الذي تخلقه. عندما تتمكن من النجاح في هذه الفترة، ننتقل إلى الفترة الثالثة، وهي التي عندما تخرج من 100 لمليون دولار إلى 10 مليارات دولار. إدارة الأموال، أن تقوم بحصول على الأموال وتدير الأموال وتعلم كيف أن تقوم بالحديث مع التجمعات، ما تفعله وما لا تفعله. وعندما تتحقق من هذه الفترة تنتقل إلى الفترة الرابعة، تصبح الشركة قادرة لقصة رينيسانس. وأنا شاهدت هذه الشركة، وهذه ليست شركة أو شركتين، كان حوالي 12 شركة على هذا النمط. ربما لستم أنتم على علم بها، ولكن أشخاص عاديون ليسوا على علم بهم، لذلك ربما لا يعلموا حتى أنهم متواجدون. ولكن عالم الـ HHH و BFO أو فرص الاستثمار الكبيرة، هذا فقط من جي بي مورغان، هذه الأرقام التي دائما تكون لديهم. كما ترون Proper Advisors، ليست الفكرة هنا أن قمنا بالتنافس معهم لأن نسبهم في الحقيقة بسيطة للغاية، ولكن دعونا ننتقل إلى لماذا نحن نشعر بالثقة فيما نفعل. بداية
وجيرمي في الحقيقة أوضح لي أنني كنت خاطئة فقط من بضع دقائق. بي تي سي بيتش مارك 8% لهذه عندما بدأت بيتكوين كانت 40 بلس والآن أصبحت 42 نعم 5% وديزي 52. لذلك في السوق في هذا السوق الكبير التحدي هذا العام وهذه نقطة هامة للغاية. نحن كشركة أندوتك نحن نقوم بإدارة أنظمة قبل ديزي وما زلنا نستمر بإدارة أنظمة أخرى وخوارزميات أخرى حتى مع ديزي. لذلك ديزي كانت متأخرة ربما شهر أو 3 أشهر حتى تحصل على الرباح الكبيرة لبيتكوين. وكنت أخبر زملائي أننا إذا كنا حتى بدأنا بديسمبر ربما أو ربما بدأنا بأكتوبر سوف يكون لدينا نتائج مختلفة 150 250 وكل هذه الأرقام. ولكن بدأنا أيا كان على أي حال ونجد أنه ما زالت لدينا فرص طيلة الوقت. لذلك هناك فرص طوال الوقت. فقلت نعم حسنا نحن فقدنا العام الماضي ولكن العام المقبل سوف نجني المزيد والمزيد. هنا 52% مشاركة بالسوق ليست سيئة على الإطلاق. وهذا في الحقيقة هو أكبر فخر لي أننا عندما نعمل مع عملاء فرديون ونعمل مع خوارزميات منفصلة لهم وهذه الأرقام التي يحصل عليها العملاء. نعم أنا أتلقى تساؤلات كبيرة حول لماذا ديزي 50% عندما نرى أن هناك نتائج كبيرة هنا 400%, 600%, 200%. وسوف أخبركم الحقيقة. أنا مسؤول عن 150,000 شخص. لذلك عندما أفكر عن التحكم بالمخاطر والتحكم عن الأداء وكل هذه العوامل المختلفة أنا أعمل في الجانب الأكثر أمنا. لذلك نعم قد يكون مثل ديزي في هذه الأرقام ولكن إذا كان هناك اختلاف في السوق هذه الأرقام سوف تسقط ومع أرقام المخاطر. وهذا هو المثلث الذي حدثتكم عنه العوائد والمخاطر والاحتمالية والرسك والمخاطر سوف تكون أكثر من ذلك. لذلك لابد أن نكون بعيد عن المخاطر بديل لأننا مسؤولون عنكم جميعا. ولذلك نحن في بالنسبة لحالة السوق كما نحن الآن هي 50%. ولكن العام المقبل إذا كان حالة السوق سوف تكون في مثال أحسن من هذه السنة سوف تكون ربما 150 و250 وما إلى ذلك. لذلك كل هذه الاستراتيجيات دولة كل هي استراتيجية واحدة كما ذكرنا من قبل المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وسوف أتأكد أن ديزي جميعهم لديهم نفس الاستراتيجية. النقطة الأهم هي لا فقط أعمل مع شركات تتعامل مع خوارزميات التبادل، أنا أيضا أتعامل مع الوسطاء لأنني أحب فكرة تعدد الخدمات. Automated conversion, automated retention, all these stories along this brokerage field. أنا أقوم بخلق هذه الخدمات جميعها. في ربما 8 أشهر نكون شركة قامت بإجراء أكثر من مليارات العوائد وبناء عليه المصفوفات الخاصة بنا هي أكثر من 70%. هل تعلموا ماذا تعد مصفوفات لأية من الوسطاء؟ ربما 20%. لذلك الأمر هام للغاية وهذه هي القصة، هي قصة شركائنا التي
هل تعلموا ماذا نعنيه هنا بالأفراد الذين فقط يقوموا بخسر جميع أموالهم في خلال 6 أشهر؟ كل هذه الإحصائيات التي قاموا بتدشينها على كل المواقع والتي تحكي أنه في خلال 3 أشهر ل6 أشهر الجميع يفقد ويخسر أمواله، وعدد صغير جدا من الأفراد الذين يحافظوا على أموالهم. ولكن في حالتنا بإندوتك أكثر من 70%، وربما حتى هي الآن وصلت إلى 82%، يقوم بالاستمرار في جني الأرباح. هذا نتيجة أننا في معظم الأحوال نحن لا نعلم من هم عملائنا، نحن ليست لدينا إتاحة لنعلم من هم عملاؤنا، نحن نتعامل بعالم كريبتو. لذلك هذه مرة أخرى، هذا هو العمل الذي لدينا، أن العملاء الذين يدفعون إلينا، وهذه الاشتراكات الجديدة بمعدلات كبيرة للغاية، وأيضا لدينا 90%، أكثر من 90% لحسابات الأرباح، ولا نستطيع أن نتوقف عن هذا. لذلك مرة أخرى نحن نرى أن هناك المزيد من العملاء السعداء والمرضيون. في الحقيقة عندما أكون لدي يوم شاق أقوم بالتواصل مع عملاء المبيعات وأسألهم ما هو الأحوال. نرى هناك بعض من الخطابات التي أتلقاها من بعض من العملاء التي نشعر بها بهذا الإرضاء، وأشعر في حينها أنني حسنا يومي أصبح أفضل الآن عندما أرى أن هؤلاء العملاء سعداء ويجلبون عملاء أخرى. ومرة أخرى هذا يجعلني أفكر في لماذا هناك اختلاف بين ما يحدث بالسوق بين كل الخدمات وكل الوسطاء وما يحدث إلينا، لأننا نحن نقوم بخلق هذه الفئة الجديدة لهذا الاستثمار، نحن قمنا بخلق هذه الفئة الجديدة للفرص الاستثمارية الكبيرة. وفي الحقيقة كل أصدقائي بإندوتك، وعندما يكون لدي يوم شاق أقوم بالتواصل مع أحد أصدقائي هناك وأرى هناك هناك عدد كبير من أصدقائي الذين يتمكنون من إحراز هذه الأرقام الكبيرة. في الحقيقة أشعر بالسعادة، أشعر أن هذه قصص جيدة للغاية وتستطيع أن تغير حيوات الأفراد. هذا هو هدفنا بإندوتك، ولذلك أود أن أستمر بالتركيز على الحسابات الصغيرة، لأنها بالنسبة إليهم بالنسبة إلينا أسهل أن نقوم من خلالها بإحراز تغيير بالحيوات. حقيقة هذه قصة لطيفة. هل تعلموا ما هي EY إيسترن يانك؟ حسنا، بالنسبة إلي كان موضوع هام للغاية وللجميع، هذا في حد ذاته إعلان هام. كان من المهم بالنسبة إلينا أن نحصل على طابع حتى يتمكن الجميع منكم ويعلم أن كل ما أحكي إليكم في الحقيقة هو حقيقي، لأن النتيجة أنا نعم أنا جادة في هذا، أن النتيجة الكبيرة ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج كبيرة لم يحقق أحد على الإجبار على من قبل، ولكن أمر صعب أن تقنع الأفراد على أن هذه الأمور حتى متواجدة. أعلم أنه في البداية عندما كان يحدث شخص يتحدث عن مثل هذه الأمور كنت أقول هذا ليس موجود، لذلك قررت أنني في احتياج إلى أن يكون هناك تأكيد من أحد شركات التأمين الكبيرة تستطيع أن تؤكد وتتحقق من هذه الأخبار وتقول أنني أقول الحقيقة. لذلك كما تعلموا أنا لدي العديد من الأفراد بعدد كبير من الإدارات، وهناك 3 من 5 قالوا لا لن نقوم بالعمل في هذا لأنكم كريبتو، أنتم في كريبتو، لأن هناك العديد من الأمور الغش التي تحدث في هذا المجال. هناك حوالي 5 مليارات قاموا أو كان تعرضوا لعمليات غش بكريبتو، ولكن إيسترن يانك في الحقيقة هم مبتكرون، وهي شركة هم وراء أو بعاد عن البلوك تشين. لذلك
قالوا حسنا نحن نود أن نقوم بإجراء المراجعة. وفي فبراير تعاملوا معنا وقاموا بمراجعة الأمور والنتائج، ومن ثم قلت كيف لي أن نقوم بهذا؟ لماذا؟ قال إنهم لابد أن يكون هناك توقيع من المقر الرئيسي لنا، وقالوا أن ليس هناك إجراءات لتحقيق هذا. أنتم الشركة الأولى التي سوف نقدم لها هذا النوع من التوقيع. وعندما كنا يتحدثون مع الجيش الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال عندما قاموا بمشاركة بعض الأخبار، أنا كنت تواصل مع أحد الأفراد بإي واي وقال أنهم ليسوا مستعدون. وإدوارد قال أنه لا أحد يصدق أنك تجري هذا لأنه النتائج حسنا. لا أخذكم في تفاصيل ما حدث، ولكن نحن قمنا بالضغط من خلال الأسئلة وأيضا من خلال علاقاتنا. ونهاية كان هناك شخص مسؤول لمكتب الولايات المتحدة وبدأ بالحديث معي، وكان في الحقيقة شجاع للغاية أن يقول حسنا أنا سوف أقوم بهذا. وقال أنتم حقيقيون ونتائجكم حقيقية، لماذا لا أقوم بالتوقيع؟ وقاموا بفتح هذه الفرصة ليس فقط لنا، نحن ربما بالنسبة إليهم الحالة الأولى بالنسبة إليهم أن تحصل على مثل هذا التوقيع. ودعوني أخبركم أن ليس فقط مراجعة نظامنا، ودعونا بمراجعة كل حساباتنا، والآن أي شخص يستطيع أن يقوم باستخدام هذا التأمين. ولا نستطيع أن نقوم بإرسال هذا الخطاب الضمان إليكم، ربما دعوني أقرأ عليكم البيان تفصيلا. EY والتي قام بإجراء بعض من الإجراءات للتأكد من أن النتائج الفترة الموجودة بالوثيقة وكل التفاصيل الموجودة بها. نحن أيضا نستطيع أن نقول أن EY تقوم بأيضا تحقق من هذه المواد. حسنا، لذلك لدينا أمور أخرى أيضا مرتبطة بEY، وربما سوف أقص عليكم هذه القصص الكبيرة فيما يلي في فعالية أخرى. لذلك أيضا قاموا أيضا باعتماد أو بالتوقيع لأندوتك، لأننا قمنا بتحقيق هذه النتائج الكبيرة، النتائج الضخمة الغير مسبوقة. ومرة أخرى هذا يعود إليكم، ودعوني أؤكد على أنه لا يمكنني أن أؤكد كيف لكم أن قمتم بتغيير حيواتنا وتغيير هذه الصناعة من خلال هذه الإنجازات التي قمتم بتحقيقها. وربما أعلن آخر أود أيضا أن أقص عليكم هو فيما يتعلق بفوركس. نود أن نخبركم أننا سوف نتعامل مع فوركس كما وعدناكم. فوركس كما ذكرت هامة جدا إلينا، وهي في الحقيقة توفر إلينا أريحية ومرونة مع السوق المعتاد، لأن ببيتكوين وسوق الكريبتو هناك أكثر من 220 مليون متواجدون. السوق كبير بالفعل، بالأخص إلينا نحن نتعامل مع عملاء بالتجزئة، 220 محفظة. لذلك من هذه الوجهات النظر لا نحتاج فوركس أن تكون كبيرة، ولكنني أنا أحتاج فوركس حتى أكون قادرة واثقة لأنه إذا حدث شيء للسوق الكريبتو، إذا كان هناك أي أمور غريبة ونحتاج أن يكون هناك مكان آمن لعملائنا أن ينتقلوا إليه، أن يكون لدينا هذا السوق التقليدي. أود أن أشعر بأن هناك أريحية وهناك استدامة بعالم فوركس الذي يوفره فوركس. أيضا هذا النوع من السيولة
وهذه دعوني أفكركم هذه الجملة: التغيير بالعديد من عديد من العملات بفوركس والتي هي أكبر مما نواجهه، وأيضا هناك قلة في المخاطر ونسبة كبيرة للاحتمالية. وأيضا الجزء الأفضل لدينا هو HHH، أتمنى أن تتذكروا هذا دائما. مخاطر كبيرة 54%، العوائد الكبيرة 136% فقط، نقطة واحدة أقل مما نحتاج، والاحتمالية الكبيرة 82%. نحن ما زلنا كما ذكرنا لابد أن يكون لدينا 402، ولكن نحن الآن 390، فنحن وعلى وشك، لم ننتهي بعد، ما زال لدينا فريق يعمل بفوركس وسوف نتحقق من هذا. ولكن كما ذكرت دعونا نقول أن 136% جيد وكافي للغاية، وأعتقد أنه في غضون شهر أتمنى أن أخرج عليكم بإعلان آخر يكون أفضل وأفضل من هذا. ولكن أيضا النقطة الهامة هنا هي هذه القصة بكريبتو. لدينا حوالي 4 ساعات وبعض من العملات، ولكن مقارنة بفوركس لدينا هذا الفرق الكبير في المدة، ولدينا أيضا ترانس وينج، ولدينا كل هذه العملات التي ترونها، وهذه العملات كما تروا هنا بكريبتو ليست كما هي بكريبتو. لذلك بالنسبة إلينا الأمر رائع أن نعطيكم هذا النوع من الأريحية وهذه التعاملات مع فوركس. حسنا، دعونا نلخص ما حكينا. أندوتك هي الشركة الأولى التي تقدم فرص استثمارية رائعة للمستثمرون بالتجزئة. هناك فئة جديدة والتي لم تكن موجودة بالسوق من قبل. هذه الفئة الجديدة سوف تساعدنا على أن نعلم أطفالنا وأن نقوم بتحكم بأموالنا. هناك فرص كبيرة لا تقوم من خلالها فقط برمي أموالكم ببعض من ألعاب القمار حتى التي لا تستطيع أن تفهموا لها أن تعمل. نريد أن تحتاجوا أن تكون هناك أمورا مستدامة وتستطيعوا من خلالها أن تضمنوا. مرة أخرى لا يوجد هناك ضمان، ولكن لابد أن يكون هناك احتمالية كبيرة في تحقيق الأرقام التي تحتاجونها. لذلك أرغب أن تقوموا جميعكم بانضمام لهذه الفكرة وأن تقوموا بتمريرها مع كل هؤلاء وكل من يعلموني يعرفونني. كما تعلموا حقيقة أن أرى أن جميعكم قاموا بتقديم هذه الأمور الرائعة بأندوتك. نحن سوف نقدم المزيد أيضا لهذه الفكرة الجديدة وهذه الفئة الجديدة، وسوف أيضا نقوم بجلب فوركس لهذه الشبكات. لذلك هذه فرصة لا بد أن لا تضيعوها. لذلك لا أستطيع أن أقوم، لا أعرف كيف لنا أن نغلق هذه الحلقة كما يفعل جيمي، ولكن دعونا نفعل هذا. سوف نقدم كل ما لدينا، سوف نستمر بتطوير النماذج الخاصة بالتكنولوجيا، لدينا خطط كبيرة للغاية، كل القصص التي تساعدنا على أن تأخذنا إلى مرحلة التالية وتنقلنا إلى مرحلة التالية. مرة أخرى أعتقد أنني لست قادرة على إخبار بعض الأمور في الوقت الحالي، ولكن دعوني أقول أن هناك العديد من الأمور التي لا أستطيع شرحها في الوقت الحالي بإندوتك، ولكننا ننتقل بقوة كشركة إلى مرحلة التانية، وأنا أحتاج أفراد مثلكم أن يقوموا بتحميل هذه الرسالة عنا وتوصيلها. لذلك شكرا جزيلا لكم.